السلام عليكم، رمضان كريم. معكم فضاء نجاة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. على بالي بلي شي يتوقع هاد السنه، وهاد هادي جايه النص هادي باش ديروا فيها يا بقلاوه يا قلب اللوز. اي بيان سور، راح تسي لكم في هاد لي كوان هادوما. اذا درتو قلب اللوز الشربات هذيك تسيح، واذا درتو بقلاوه السمن يسيح، وكي تكون طيب في الكوشه السمن يسيح، وكي ديري تعسليها نفس الشيء. هذاك العسل اللي يسيل من هذوك لي كوان. الوغ واش ديروا؟ شويه فرينه، شويه برك قسم غير فا، شويه فرينه والماء ولا السميد والماء، اعجنوهم، ديروا عجينه هكذا وديروهم في هاد لي كوان. من هاد لي كوان هادو ما هما اللي رايحين يخرجوا لنا هذيك العسيله هذيك. الوغ نديرهم كامل، ندير كاع لي كوان تاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها. ما تنساوش تصلوا عندي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ما تنساونيش بدعكم للجيم كومونتير. اي فوالا، نكمل كامل ندير، وشكرا بيان سور مسبقا. نكمل كامل ندير لي كوان، قلت لكم باش ما يسيح لي ني السمن. انا درت هنا كنت ندير في البقلاوه هكذا. هذه الطريقه هذه من بكري نشفى ماني، الله يرحمها ست حليمه، كنا ربي يرحمها ويكون يرحم جميع موتى المسلمين. ديرها هكذايا فوالا. نكمل كامل لي كوان، وتاني من بعد كي تجو كي تكملوا، اذا طاحت لكم هذيك العجينه خصها سي بون طاحت، كي تعودوا تغسلوها باغ اكزومبل، كي تحكوا السنيوه تاعكم ما تنسيستيوش في هذوك لي كوان، باسكو من بعد هذوك كيما نقولوا البقايا الاكل هذوك يدخلوا في هذوك لي كوان، رايحه تتبوشا لكم فورس فورس، شغل طيبوا بها وحدها رايحه تتبوشا. باغ اكزومبل اذا شويه قلب اللوزه ودخل داخل لحصل، وما ومن بعد يتحرق السبك كيما نقولوا، هذاك السبك راح يحصل للداخل وما تزيدش تسيح لكم. اذا عجبتك هذه الفكره ما تنساش ديري لي جيم، تعليقك يلو كان بنقطه، وابوني ما تنساش تبارطاجي برك لهذا الفيديو مع احبابك وناسك. سلام الله عليك.